إجابتك غلطة. علاه؟ غلطة في العلوم، متأكد بلي طحت فيها. ولا ما تعرفهاش برانشي معايا شعبة علوم تجريبية ورياضيات. لو كان نقول أي طالب فيكم هذا جزء من المورثة متعاكس في الاتجاه، صح؟ نقول لك عطيني الجزء تاع الأريان أم اللي يوافق هذا الجزء من المورثة. تبين راك رايح تقول لي هذا 3 فتحة 5 فتحة، مال هذه سلسلة مستنسخة وهذه العكس تاعها غير مستنسخة. بين راك رايح تقول لي التيت كاملها الا والسيت كاملها الجي والجيت كاملها السي وهذا هو الأريان أم. خلاص بارك الله فيكم، إذا إجابتك غلطة. علاه؟ تبع معايا، لازم تقول لي يا أستاذ اسكو اتجاه الاستنساخ، أعطيني اتجاه الاستنساخ. إذا قلت لك اتجاه الاستنساخ راه في هذا الاتجاه، ما لتولي هذه هي المستنسخة باسكو هذه 3 فتحة 5 فتحة، ياك مال الأريان أم لازم يولي أ تكملها أو، جي تكملها سي، سي تكملها جي. وإذا قلت لك بلي اتجاه الاستنساخ راه في هذه الجهة، إذا تولي هذه منا ها 3 فتحة 5 فتحة، إذا تولي هذه المستنسخة وتولي الإجابة تاعك هكا صحيحة. بينما هنا عندنا 5 فتحة هاي ليك وهنا 3 فتحة لأنها تماثل غير مستنسخة. دونك دايما عس روحك باش تخرج الأريان أم لازم تكون تعرف اتجاه الاستنساخ، ولا لازم هو يقول لك راهي المستنسخة والغير مستنسخة. سيف الفيديو تحتاجه. سلام.